إذا كان هناك نصراني قد تزوج من مسلمة وأنجب أطفالا، ما حكم أطفالهم في الشرع؟ نصراني تزوج مسلمة وأنجب أطفالا، ما حكم أطفالهم في الشرع؟ هذا السؤال. زواج النصراني بمسلمة زواج باطل، الله جل وعلا يقول ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا يجوز نكاح المكافر المسلمة، والله يقول لا هن حل لهم ولا هن حل لهن، فإذا تزوجها فالنكاح باطل، والأولاد زنا، والأولاد زنا يلحقون بأمهم ولا يلحقون به، ينسبون إلى أمهم، اللهم إن لكم جهال يكون جهال، ما عرفوا الإسلام هذا جهال لهم شأن، النكاح باطل وأولاد ينسبون إليه، لأجل جهل، لكن جاهل وهي جاهلة فالنكاح يكون باطل، ولكن ينسب الأولاد إلى أبيهم بسبب الجهل، لأنه وقع شبهة، أما إذا كان يعرف حكم الإسلام ويتعلم حكم الإسلام، يعرفون حكم الله ولكن تساهلوا ولم يبالوا بحكم الله، فيكون الأولاد ولد أولاد زنا ينسبون لأمهم ولا ينسبون لأبيهم، ويؤدبه ويقام عليه الحد الشرعي بوطئه المرأة المسلمة بغير حق، هذا هو الواجب عند قدرة عليه من دولة من دولة الإسلام. فرق بينهم يعني. يبرر بينهم. إذا أسلم بعد ذلك يكون بعد ذلك النكاح عن جديد، تزوج من جديد. إذا أسلم وهداه الله يتزوجها من جديد.